حفلة عن كشوف كوجاس كجود بيش مضي جانا لانصار ولقو قبته سنتر كأبي فلان يدق مضى أو بره وجاس فرح عبد الله ورفع يا وح عكس وقيب قال عن كشوف كيس إنه قام يدقم يدي ضب بلا هاي ولا له يهيم بيش مضي جان أو وحرك عيوه جرات كبيش كوم مضي أب ما أب سمي يأذير كود جرات كل مية جرات محمود جرات دول جرات حرس جرات ويلوال مسؤولين سر سره أو هير ديجان كسر له وحرك عيوه مدحوين بحجين كأهنا وسير كوح برشة الدولة ديجان كصومالي دا مدن مولد هاي حزن قدوم يها قبل كفافن قدوم يها قبل كسيتي كابينت كدق مضى أو بريكي مرتش شرب طه وضن كا درس كأنه نهي سومالن علم ودين كا قونيها كدلن يرضى يها وين كا يا مرتش شرب لقوم موصي وحنا مناسبة ضني كهالي قدوم يها محكبة جود شريعة الإسلام كا الدولة ديجان كصومالي دا مدن الشيخ نذير السيد النور أو جاس كقتل المامي قونيها أو كصب بحي الشام عدا وين عن كيالا سرة توش كانوا كوي فيه إني بيشن وجاس عصوب إيه مدجان لك كسو تشيدو تدخي وقرقار النبي جاني محمد نحريسي أنا بتقلي بكركي ساعتي أنصارتا وحنا هذا الذي سيك مدها هنا المناسبة دا على مسارك وجاس فارح شيخ عبد الله ورفع كسو قيد قلو شرف بينوتا هاي وحان جعل هاي وحانو هم بليين هيا بيش مدقان او اح انصار الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مركا وحانو وهم بليين هيا ما داما عن مسؤولية دي وقوس الرئيسي دين تاكل لك سومالي دا ان كسو عدو هو قامين تيدقان اي ديني هاي دي سومالي دا ان كسو عدو لبادبا وحانو وهم بليين هيا وانو قدو عين هيا مبروك الف مبروك بالله هاي بيش انصاريد ايو سومالي اردن وحان لاي هاي الله كردقو اواس كينا اواس فارح اي ازهاري قولي باها اواس كي انفع بيشن سراوقا دا سومالي اردن انفع دادك سوماليين وحان لاي هاي حداي تاي حكومة دي حداي شعب كتهيبا بيشاس رسول كينا وحون شاقاي لابا بيلود بفيدي سما رسول كينا شاقاي اي جعيل كود ايمان يهي لأن هو دين الإسلام كوكو عقوه هذا يسكت هكتي أهل بيت كالرسول كصلوات الله وسلام عليه يا أنصار مدحوينه أن عبد محمود عمر دراته شركي أضياش أدغن كواكيكا قهد لي أهل بيت كدور كودي إن لو سعيلين أيو حقوق دودين الله السين أيو يقا قبس الشدودون أي عزي شرف النوت هاي يكفوك أشو وحان لي يا هاي مكرا هران لبدا أسقويس حتى ولقد عبر التاريخ أهل بيت كالرسول كماركي للين أيو eliddiga lagu noqday ansaar baa ku garab dhimanaysay marka waxaan leeyahay ansaar aala baytkay ku laadantahay oo nabiga aniba ku laaday maadaama aala baytka maqaamkiisa in dib loo soo nooleeyo aan isla qaadanay ansaarna ha ku laadnaataan leeyahay dawladdeena iyo shacabkeenaba dina akalana waxa isna ka hadlay madashaasi oo khudba dardaaran duco iyo wax sheeg baa goobtaasi ka soo jeediyay garaad kulmiye garaad maxamuud waxana hadaladiisi kamid aha naad ugu faraxsanahay إلى أن تسوى قيب الله أفلط على مسائك وغازك سيد السيد الشيغية تدكي ورسولك شيغين إيمان تهديل الجعلان والد انشعل الله وغازك يا باشرة أتي حبك رسولك وقبنا غيرها والد انشعل الله والد انشعلان وما إن شاء الله ما أنتوا بلفر حذيك وحن لي هاي نغاس اللوت عيوك وغاسين ولاي كنديغا وغاسكي باشا كوم سو قادا اي هلبيت السوسيت بشي كوم سو قادا وغاسكا وحان كبغينا الهي نو كنديغا وغاس سومالييد وغاس اسلامي نو كنديغا iyadoo ay badnaayeen oday dhaqameedyada goobtaasi ka hadlay waxa dhanka xukuumadda matalaya oo ka hadlay xafladani calay masaarka ugaaska madaxweyne ku xigeenka mudane mawlid hayr xasan waxana hadaladiisi kamid ahaa waxa weeye dawladda ayay isbarbar taagan si fiican bay noola taliyaan shaqadayna la qabtaan shacabkayna la abaabulaan dhibaatooyinkayna la furfuraan horumarkii nabadgelyada iyo maamulka suuban bay nagala shaqeeyaan ugaas faraxna xoogga muxuu ahaa dhaqankii awalba nala shaqeynayay mid ku soo biiray weeyaan waa caalim cilmi iyo caqliba nagu soo kordhinaya marka annaga dowlad ahaan awalba dhaqanka waan garab taagnayn beelaha soomaaliyeed hoggaamadooda dhaqanka waan garab taagnayn beeshan iyo hoggaankeegana waan isbarbar taagnay anagoo afka dowladda ku hadlayna
خطبة ده هاسي كتب ايا وحال لغودة غلاي مناسبة عانا كشوفك وغاسك بيشا مدقان الانصار وغاسك هالكاسي وكو عانا شوفي قراد كبيشا بسامي انتو رقميدنا هالكاسي اي كوة داقين لنعا كانان غار كميدة ددوينيه كسو قيب غلايان درين كودة وحي كسو عبران سيدتان وغاسك اي كوة الماميان وغاسك waxa uu dhashay taariikhda reer galbeed ku markay ahayd 1906kii wuxuuna ku dhashay degmada Awbari gaar ahaan qabowlaha Sadiqaale ugaasku dugsiga quraanka iyo cilmiga diinta waxa uu bilaabay 1907kii taariikhda reer galbeedka waxbarashada caadiga ah ee dugsiga hoose dhexe waxa uu ku qaatay magaalada Jigjiga dugsiga sarana waxa uu ku qaatay magaalada Harar waxa uu waxbarashadiisa jaamacadda uu ku qaatay jaamacadda Aala Sare ee dalka Masar ugaasku waxa uu barista cilmiga diinta oo ka wada deegaanka muddo 10 sano ah waxa uu hoggaaminta bulshada ku soo jiray ee dhinaca dhaqanka 20 sano isagoo muujiyay karti cadaalad iyo hoggaamin aqooneed taasoo keentay in hadda loo xusho beesha inuu hoggaamiyo ugaas farax maaha ugaaskii uu horeeyay iyo kii 20 ee hoggaaminta beesha waxay soo bilaabantay muddo 7 qarni ah waxa kamid ah hoggaamintii beeshii Garaad Abbas oo saligiisu ahaa magaalada qadiimiga ah ee Boorale oo ka tirsan degmada Gursi muddo hadda laga joogo 3 qarni waxyaabaha Garaad Abbas lagu xasuustana waxa kamid ah masajidka ka bilaabay Boorale ee u gaarsiiyay ilaa iyo Baale dowlad deegaaneedka Oromia halkaasna waxa ka muuqatay taariikhda qadiimiga ah ee ay beesha leedahay hadaba Cali Masarka uu gaaska beeshan madigan ayaa wuxuu ku soo beegmay xilli deegaanka uu ku talaabsaday horumar nabadgelyo iyo maamul suuban iyadoo ay fooday nagu soo xayaan doorashooyin heer qaran iyo heer deegaan gabi ahaanba dalka ay ka dhici doonaan Cali Barxad Televisionka Caalamiga ee Hoon Cable TV Jigjiga